السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيبي أبطال أولى إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أسئلة الكتاب المدرسي على درس نظم الغابات في إفريقيا. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة، ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1، لاحظ الخريطة التي أمامك وأكتب مدلول الأرقام الموقعة عليها. زي ما احنا شايفين حبايبي الخريطة اللي قدامنا لقارة إفريقيا، تعالوا مع بعض نشوف الأرقام على الخريطة بتشير إلى إيه. رقم 1 على الخريطة بيقول غابات، هتبقى الغابات إيه؟ غابات استوائية، ونكتب بين قوسين مدارية مطيرة. رقم 2 مدار السرطان. رقم 3 دائرة، دائرة ايه؟ دائرة الاستواء. رقم 4 غابات البحر المتوسط. رقم 5 المحيط الأطلنطي. رقم 6 جزيرة ايه؟ جزيرة مدغشقر. رقم ب، ما مقترحاتك للاستفادة من نظام الغابات المدارية المطيرة لتحقيق رفاهية قارتنا الإفريقية؟ رقم 1، التوسع في الصناعات التي تعتمد على أخشاب الأشجار الاستوائية مثل صناعة المطاط والأدوية. 2، تحويل أجزاء من الغابات الاستوائية إلى محميات طبيعية لزيادة النشاط السياحي. السؤال رقم 2، لاحظ الخريطتين التالتين، إحداها خريطة توزيع كمية الأمطار السنوية الساقطة فوق قارة إفريقيا، والأخرى صورة فضائية لمناطق الغابات المدارية المطيرة. ثم رقم 1، استنتج العلاقة بين كمية المطر ونوع الغطاء النباتي. العلاقة بينهم يا أبطال، هقول كمية المطر تحدد نوع الغطاء النباتي، فسقوط الأمطار بغزارة تنمو الغابات، والأمطار القليلة تنمو بها الحشائش المعتدلة والحرة. يبقى كمية المطر هي اللي بتحدد نوع الغابات إن الغطاء النباتي، فالأمطار اللي هي بتسقط بغزارة بتنمو بها الغابات، أما الأمطار القليلة بتنمو فيها الحشائش المعتدلة والحرة، وندرة الأمطار تنمو بها إيه؟ النباتات الصحراوية. 2، طابق الخريطتين وحدد المناطق الأعلى سقوط للأمطار وأقلها وما يقابلها من غطاء نباتي. في المناطق الأكثر مطرا تنمو بها الغابات الاستوائية، والأقل مطرا تنمو بها النباتات الصحراوية. رقم 3، اشرح الأهمية الاقتصادية للغابات المدارية المطيرة. أهميتها الاقتصادية بسبب القيمة الاقتصادية لأشجار الغابة التي تعد 1، مصدرا للعديد من المواد الخام، حيث تدخل في عدة صناعات مثل الصناعات الخشبية والمطاط وصناعة الأدوية. 2، مصدرا مهما للغذاء والوقود لعدد كبير من السكان. رقم 1. رقم 2، لها أهمية سياحية كبيرة لأنها مقصد لعدد كبير من السائحين، ولها أهمية بيئية كبيرة لأنها تحافظ على التوازن البيئي وتعمل على تنقية البيئة من التلوث. سؤال رقم 3، عندنا نص إسرائي بيقول التنوع البيولوجي في قارة إفريقيا. تعد قارة إفريقيا من أغنى قارات العالم في النظم البيئية وأكثرها تنوعا من الناحية البيولوجية، حيث يعيش فيها نحو 1100 نوع من الثدييات، وهناك أكثر من 2600 نوع من الطيور. كما تضم القارة أكثر من 3000 نوع من الأسماك في البحيرات والأنهار، وتحتوي على أكثر من 45000 نوع من 45000 نوع من النباتات، ويعيش بها حوالي 4000 نوع من الزواحف، وهناك أكثر من 700 نوع من البرمائيات، وأكثر من 1000 محمية طبيعية. في ضوء الفقرة السابقة أجب ما يأتي، ابحث عن أسباب التنوع البيولوجي في قارة إفريقيا. أسباب التنوع البيولوجي في قارة إفريقيا، هقول رقم 1، بسبب اتساع مساحة القارة. 2، تنوع الأقاليم المناخية والنباتية. رقم 3، تنوع مظاهر السطح.
السؤال رقم 2، استخدم شبكة المعلومات الدولية والإنترنت اللي هي الإنترنت بحثا وابحث عن 5 مواقع للتنوع البيولوجي في قارة أفريقيا. طبعا ده سؤال نشاط. رقم 3، حدد أهم الأخطار التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في الغابات بقارة أفريقيا. هقول قطع الأشجار والتغيرات المناخية والصيد الجائر والزحف العمراني. السؤال رقم 4، صوب ما تحته خط فيما يلي. رقم 1، النظام البيئي منطقة جغرافية متكاملة بها مكونات حية مثل ايه؟ مثل النباتات والحيوانات. يبقى تصحيحها هقول النباتات والحيوانات. تسقط الأمطار طوال العام في مناطق الغابات الاستوائية اللي هي ايه؟ المدارية المطيرة. بين قوسين هكتب كده المدارية المطيرة. رقم 3، تتسم التربة الغنية بأكسيد الحديد في نظام الغابات المدارية المطيرة باللون E، هتبقى اللون الأحمر. السؤال اللي بعد كده أجيب عما يأتي، ما المقصود بالنظام البيئي؟ يمثل النظام البيئي منطقة جغرافية متكاملة بتضم ايه؟ مكونات حية وغير حية، وهذه المكونات تتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام دقيق للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الحياة. ماذا يحدث اذا لم تسقط الامطار الشتوية في مناطق غابات البحر المتوسط؟ احنا قلنا يا حبايبي ان سؤال ماذا يحدث اذا بنقول فيه عكس اللي حصل في الحقيقة. فايه اللي هيحصل لو الأمطار الشتوية لم تسقط على غابات البحر المتوسط؟ هقول لم تنمو بها أشجار، لم تنمو بها أشجار الأرز والصنوبر والبلوط الفليني ممن يؤثر سلبا على إيه؟ التنوع البيولوجي. لنظم الغابات دور في الحفاظ على التوازن البيئي، ما مدى اتفاقك مع هذه العبارة موضحا أسبابك؟ طبعا هقول له أوافق على ذلك. ليه؟ هقول لأنها تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون ممن يعمل على تنقية الهواء، ممن يعمل على تنقية الهواء. يبقى تاني هقول أوافق على ذلك. إيه السبب؟ لأنها تساعد على امتصاص ثاني أكسيد الكربون ممن يعمل على تنقية الهواء. السؤال بعد كده يدلل على تأثير التغير المناخي على نظام الغابات المدارية المطيرة في قارة أفريقيا. هقول يا حبايبي، حيث سجلت قارة أفريقيا أعلى معدل خسارة في مساحات الغابات المحترقة، سوري هنا الغابات المحترقة، على مستوى العالم. 2، بلغ إجمالي مساحات الغابات المحترقة في أفريقيا من 2001 إلى 2018 أكثر من 1/3 الغابات المحترقة في العالم. قارن بين نظامي الغابات المدارية المطيرة وغابات البحر المتوسط من حيث الموقع الجغرافي والخصائص المناخية وطرق تكيف النبات في كلا النظامين. الموقع الجغرافي للغابات المدارية المطيرة اللي هي الغابات الاستوائية بيحدها هي بتوجد فين؟ شمال حوض نهر الكونغو بوسط القارة وساحل غانا في غرب القارة. ده بالنسبة للموقع الجغرافي. أما الخصائص المناخية بتتميز بالمطر الغزير طوال العام وارتفاع درجة الحرارة طوال العام، ترتب على ذلك انخفاض المدى الحراري والحراري السنوي. رقم 3، انخفاض الضغط الجوي بسبب صعود الهواء إلى أعلى وسكون حركة الرياح نسبيا. رقم 4، ارتفاع الرطوبة النسبية بسبب كثرة التبخر. دي كده الخصائص المناخية للغابات المدارية المطيرة. أما بالنسبة للتكيف هقول تتميز الغابات المدارية المطيرة بأنها غابات كثيفة الأشجار ومتشابكة الأغصان ممن أدى إلى منع وصول الضوء إلى أرض الغابة، ولذلك تكثر النباتات المتسلقة والطفيلية بها. وبالنسبة للموقع الجغرافي لغابات البحر المتوسط بتوجد في المناطق الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي لقارة أفريقيا ومنطقة الكاف في أقصى جنوب غرب القارة.
أما الخصائص المناخية، رقم واحد هقول صيف حار وجافي، اتنين شتاء دافئ معتدل وممطر، لذلك يعد الشتاء فصل النمو الحقيقي للنبات. بالنسبة لي التكيف النبات مع النظام غابات البحر المتوسط هي دائمة الخضرة طوال العام، لأنها تتكيف مع الظروف المناخية من خلال جذورها العميقة وأوراقها صغيرة الحجم المغطاة بطبقة شمعية لتقليل الفاقد بالنتح، عشان كده هي دائمة الخضرة طوال العام. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله، وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.